طيب فترتك في الزمالك حاسس ان انت ما اديتش اللي انت كنت بتحلم بيه؟ في الزمالك ظروف خاصه يعني، المدربين كل شويه مدرب اتغير، حوالي او بتيجي حوالي 4 مدربين او 5 مدربين في السنه، في السنه ونص اللي انا كنت موجود فيها. كل مدرب بيجي يتكلم معايا، والله بجد كان بيتكلم معايا، والله انت لعيب كويس وانا عايز ابدا بيك وعايز العب بيك، واحده واحده هتاخد، الاقي نفسي بره السكور كل شويه، بره السكور بره السكور. في ماتش جبت فيه جون وجبت جون تاني في سايد ومش عارف ايه، تاني ماتش لقيت نفسي ما بلعبش خالص لمده 4 ماتشات او 5 ماتشات، ادخل السكور اضع الدكه بس ما بعد كده ما فيش. يعني انت حكيت كده في ثواني ضريبه عدم الاستقرار، هو التفريط ايضا في اسماء كبيره ونجوم كبيره ومواهب كبيره. لا بص، هو الزمالك يعني الوقت ده كان في لعيبه كتير قوي، يعني كان لعيبه في المكان كان فيه كتير قوي، وكمان ما شاء الله كان عليهم فايقين يعني، كانوا حلوين قوي بصراحه يعني، بس يعني دي برضو من الاسباب برضو ما لعبتش. لكن هي الفكره انا عملت اللي عليا يعني، انا ما قصرتش بلحظه هناك، بس ما فيش نصيب ما فيش حظ معايا في الزمالك. بس طيب انت لما تعلقت مع البنك الاهلي ليه ما رجعتش الزمالك؟ كنت عامل موسم رائع السنه اللي فاتت. البنك كان متمسك بيا قوي، كنت شايف ان البنك متمسك بيا اكتر من الزمالك متمسك بيا. وانا عايز العب يعني، انا عايز اروح منتخب هناك هتلعب، بس مش هتبقى برضه في فتره، هتبقى زي ما هي. فانا خفت من التجربه دي عشان انا اساسا يعني ما كنتش بلعب، مش بسبب ان انا في مستوى والكلام ده، بالعكس ما كنتش بلعب لحاجات ثانيه، اسباب ثانيه يعني. ايوه لكن مش كوره يعني، ما كانش كوره. فانا لو كنت متاكد ان هي كانت كوره كنت، لا كنت هرجع تاني وتبقى في منافسه بيني وبين اللعيبه، لكن هي ما كانتش كوره. بامبو بامانه كده، بامانه وانا عارف ان انت صريح وهتجاوبني بصراحه، انت لعبت في الاهلي ولعبت في الزمالك تمام والاسماعيلي، يعني لعبت ما شاء الله في سن صغير وفي وقت قصير لانديه كبيره جدا، لو نفسك بجد ترجع لنادي من الثلاثه ترجع لنادي ايه؟ لازم كل مره اكلمك تدخلني في حاجه ايه، تديني حاجه في اخر المكالمه، عارف انت ايه؟ والله العظيم تولع الدنيا. والله ابدا انا حافظك، انا حافظك خلاص، دي مش اخر المكالمه، انا دي في نص المكالمه، حتى لو في نص المكالمه هي مش فارقه. والله بجد يعني عايز اطمن عليك يا كريم يا حبيبي. انا تطمن عليا برضو كلنا يعني الطموح للعوده للنادي الاهلي لسه أنا موجود. انا العب منتخب. ايه طبعا انا طموحي اروح منتخب دلوقتي، انا عايز اروح منتخب. ده طموح مشروع. انا بتكلم على الاهلي، طموحك ان انت ممكن ترجع الاهلي ده موجود؟ الاهلي بيتي، الاهلي انا ناشئين الاهلي، ده شرف ليا ان انا اعدي من الصوره جنب النادي الاهلي. يعني ده بيتي، ما اقدرش اقول غير ان ده بيتي، ده شرف ليا. يعني لو جالك عرض من الاهلي وعرض من الزمالك تروح انهي؟ انت ليه عايز تدخلني؟ والله العظيم حلوه. طب اقول لك حاجه، يا بامبو، طب والله حلوه، هجاوبك بطريقه ثانيه. ايه؟ انا في الاهلي الاهلي انا زي ما قلت لك بيتي، عملوا لي كل حاجه صح يعني صراحه، وهم اللي عملوا اسم بامبو الاول. ماشي. بعد كده حصل لي الاصابه، الاسماعيلي فوقني ثاني وليه فضل عليا. تمام. الاسماعيلي ليه فضل عليا قوي كمان يعني الفترات اللي انا بحبها جدا فترات الاسماعيلي بجمهوره. تمام. ثاني حاجه ما مشيت من الاسماعيلي لاسباب ما برضو، رحت الزمالك، اللعيبه بتاعته والجمهور والناس ما شفتش منهم غير كل خير، فاهم يعني، كلهم بيعملوا لي باحترام وبادب، وجمهور الاهلي نفسه يعني القلب يميل على ايه؟ القلب يميل على المنتخب. على المنتخب. المنتخب بيلبس ايه؟ يلبس احمر وابيض. تمام، مش عارف. تمام. حبيبك يا كابتن. رقصتني، ماشي. لا يعني ما كده حلو كده. طيب حلو. خلاص، خلي القوس مفتوح، مش مشكله. انا في الاول وفي الاخر بتمنى لك التوفيق، انت لعيب كبير وموهبه كبيره، وان شاء الله القادم يكون افضل ليك كريم بامبو، وركز يا كريم قدام المرمى، ركز. لان والله دي اول مره يحصل اللي حصل لي النهارده ده. معلش، ده وارد، بس لو ركزت هتروح في حته ثانيه خالص. الكره يعني في كره الجون دي ده ضامنها قوي، ما اعرفش حصل ايه. كابتن خالد جلال قال لك ايه بامانه كده؟ لا والله بجد، لا شكرني بعد الماتش والله، وقعد يهزر معايا عادي. احترم احترم جدا. بشكرك جدا كابتن خالد، انا بشكره كمان، بشكر كابتن كريم وكابتن كوندي. كريم شحات عامل شغل عالي قوي قوي، واحمد سمير يعني جهاز محترم، كل الناس يعني، مع احترامي لباقي الاسماء. بشكرك يا كريم، ان شاء الله التوفيق ليك في الفتره القادمه.